قدم وصيف بطولتي دوري المناصير وكأس الأردن الموسم المنصرم فريق الجزيرة جهازه الفني بقيادة الكابتن السوري نزار محروس واللاعبين الذين تم استقطابهم بالإضافة لمن تجددت عقودهم مع الفريق في مؤتمر صحفي أقيم ليلة السبت. محمد المحارمة رئيس النادي والذي رحب بالحضور في بداية المؤتمر تحدث عن أغلب استقطابات الفريق الموسم المقبل. أنا وأخواني أعضاء مجلس الإدارة والأخ أنا ملقبه بالباشا الكابتن نزار محروس ارتئينا واخترنا ضمن المعقول وضمن المنطق وضمن إمكانيات وميزانية نادي الجزيرة أن هذه السنة إن شاء الله بتوفيق رب العباد أننا قادمون بل موجودون للمنافسة. تجديد الثقة بالمدرب السوري نزار محروس كمدير فني للفريق جاء لما قدمه محروس من مستوى متميز مع الفريق الموسم الماضي حيث كان قاب قوسين أو أدنى من بطولتي الدوري والكأس. لكن برجع بقول في الكرة الأردنية اليوم عم نشوف في منافسة شرسة وقوية من معظم الفرق. الدوري الأردني بصراحة دوري على المستوى المحلي قوي، على المستوى زي ما نحكي الخارجي ممكن يكون أقل من المتوسط. هذا وتم تقديم صفقات الجزيرة التي تمثلت بكل من اللاعبين مهند خير الله وعامر أبو هضيب وزياد جابر ومحمد قنوس عبد الله العطار وأحمد سمير. أكيد يعني أنا رجعت لنادي الجزيرة لحصد البطولات إن شاء الله السنة هاي، ونادي الجزيرة أنت عارف نادي عريق ونادي وبيتي القديم والجديد، بإذن الله إن شاء الله نقدر على حصد هذه البطولات. وأكيد يعني إحنا واللاعبين والجهاز الفني تعاهدنا اليوم إنه نبلش من أول الموسم إن شاء الله بهمة عالية. بالإضافة لاستقطاب المهاجم السوري الشاب شادي الحموي وأحمد العيساوي وإبراهيم جوابرة وحارس مرمى الرمث الأسبق عبد الله الزعبي والتجديد مع نجم خط الوسط عصام بيضين. نادي الجزيرة نادي كبير، أي لاعب بتمنى يعني يكون بهيك فريق بهيك صفوف فيك الفريق، فأنا بتمنى إن شاء الله أسأل الله إنه التوفيق معه إن شاء الله طموحي كبير، لهيك أنا اخترت نادي الجزيرة. هذا وتحدث المحارمة في معرض رده على استفسارات الإعلاميين المتواجدين في المؤتمر الصحفي عن طي صفحة تعليق المشاركة في البطولات القادمة، وذلك بعد الاعتراض على القرارات التحكيمية التي أفقدت النادي البطولات على حد تعبير إدارة الجزيرة. تم التواصل مع الاتحاد وإكراما لسيدي سمو الأمير علي بن الحسين أنه إحنا متواجدين في الدوري الأردني. وتابع المحارمة أن الفريق سيمضي نحو تطوير كرة القدم المحلية بقيادة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، ومؤكدا أن الجزيرة سينافس على جميع البطولات حيث أنها لم تصنع خصيصا لأحد، وهو مطلب شرعي لجميع الأندية الأردنية.